أمرتنا الشريعة الإسلامية أن الجمل ينحر ولا يذبح، وذلك لأن تركيبة الجمل الفيزيولوجية تختلف عن البقر والأغنام والحلال الأخرى، حيث تتجمع شرايين الجمل في أسفل عنقه الطويل الملاصق للصدر، ويقصد بالنحر هو طعن الجمل بسكين حاد في منطقة اللبة، واللبة هي المكان الذي يغطي آخر العنق من الأسفل بمحاذاة الصدر، ويعتبر النحر هو أكثر الطرق الصحيحة تقليلاً من تعذيبه وشعوره بالألم في عملية الذبح، ويموت الجمل بعد تعرضه للنحر على الفور.